أسعد الله مساكم مشاهدينا وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج سلام يا كويت عبر شاشة تلفزيون الكويت. بما أن إحنا قاعد نعيش في شهر مارس وهو شهر الأسرة وأكثر ما يحتفل فيه يوم المرأة وأيضا عيد الأم أو يوم الأم، هذه الأيام اللي يمكن يعبر من خلالها الإنسان، صدق إنه يوم واحد بالسنة ولكن يعبر من خلاله محبته لوالدته، هذه الأم اللي الجنة تحت أقدام الأمهات، ومهما وصفنا وقلنا وتكلمنا عن الأم ما يتسع الكون كله لمدح والثناء على ما تقوم فيه من دور تجاه أبنائها. حبينا نتكلم عن هذه الفقرة وهذا الموضوع مع ضيفتنا الأستاذة عبير الجمعة الناشطة الأسرية الدولية. مساء الخير بالخير أستاذة عبير ويعطيك العافية. أهلا وسهلا فيك. طبعا احنا سمينا الفقرة هذه مكانة الأم بين الماضي والحاضر، يمكن راح نستحضر كثير من الأسئلة عن هذا الموضوع، لأن في من يقول أن تغيرت هذه المكانة، مو المحبة تغيرت ولكن بسبب الظروف الزمن، راح نتكلم في هذا الموضوع ولكن بعد ما نشوف هذا التقرير ونرجع إن شاء الله من بعده معكم. الو، هلا يما، مشغول الحين؟ مو وقته، كلمي محمد، انا مشغول. يلا باي. ما اقدر يلا. الو، هلا والله. ها بشر بي ماينس. الله يبشرك بالخير. اوف والله اني محظوظ، ما شلون طلعت من هالماده هذه. اي يبا لك البشاره. اي خلاص، ماشي اليوم العزيمه، اليوم ان شاء الله. يلا اخيرا. صدق انك محظوظ بخصوص الماده؟ والله مو متصور شلون مشت معي، يعني الشباب كلهم درسوا وشدوا حيلهم، انا قلت قبل الامتحان بساعتين يمكن على الماشي ومشت على البركه، عرفت شلون؟ والله بس انا ما اقصد هذا الموضوع. ليش تقصد؟ أمك تدق عليك. إيه؟ تعرف يعني شنو أمك تدق عليك؟ أنا ودي لو أشوفها لو ثواني، فما بالك أسمع صوتها. تدري لو أسمع صوتها يمكن ما أسد التليفون، خليها تسولف ساعات، يمكن ما تحس باللي أنا أحس فيه الحين، بس لحظة راح تمر عليك، لحظة تفهم اللي أنا قاعد أقصده الحين. وقتها ما راح تستانس ولا تفرح إنك جبت بي بالمادة، بالعكس راح تفرح اللي دق عليك طلبات ما تخلص، طلبات ما تخلص. تدري لو أمي عايشة سميها، سميها أغلى ما بالكون. بعطيك نصيحة واحدة بس، أنا عندي باب من أبواب الجنة تسكر، أنت لحق على بابك قبل لا تسكر بعد عمر طويل إن شاء الله. الو، هلا يما، اي امر ايش بغيت؟ رجعنا معاكم مشاهدينا بعد ما شفنا هذا التقرير. استاذ عبير، بدايه قبل لا نبدا بالحوار، بما ان يوم الام
قرب يعني ما بقى له كم يوم. شنو ممكن تقولين في هذا اليوم استاذ عبير؟ طبعا يعني أمانة أنا أول شيء أهني كل أم على وجه الأرض وأقول لها كل عام وأنت بألف خير وصحة وسلامة، يعسى ربي يعودها عليك إن شاء الله في كل خيراتها من محبة واستقرار وسلام وأمان وصلة الرحم وتواصل من كل مكان، واللي طبعا واللي كانت مثلا بعيدة ربي إن شاء الله يلم شملها في عيالها. آمين إن شاء الله يا رب إن شاء الله. إذا بنوصف الأم شنو أبلغ كلام نقدر نقوله اليوم لنوصف الأم؟ ويمكن ما مثل ما قلنا ما نقدر نعطيها حقها صراحة، ولكن شنو نقدر نوصف إذا وصفنا الأم شنو نقول؟ إذا بني نتكلم على كلمة الأم فأنا أقولك الوطن أم، والحياة أم، والأم مدرسة. الأم مو بس اللي تربي، ترى التربية في كل مكان، سواء أمك اللي جابتك أو أمك اللي احتضنتك اللي هي وطني دولة الكويت، أنا أعتبرها هي أول أم لي في حياتي، لأن على أرضها أنا ربيت وعلى أرضها وقفت وعلى أرضها وصلت في هذا المكان اللي شفني قاعدة فيها، هذه أمي الأولى. إحنا بنقول الأم اللي جابتني مهما قلت لها كلمات ما تفيها في حقها، هي المصدر الأمان والاستقرار والحياة والحب والتعلم، ومنها تعلمنا. لو بتيجي تلاحظ أول نتكلم عن أمهات أول، شوفوا إحنا شنو تعلمنا منهم، شنو انغرس في داخلنا منهم، صبر، التسامح، وايد أشياء. يمكن دثرة الحين مثل ما قلت أنت مع الكلام مهم جدا أنه تغير، لا هو ما تغير، بس في أمور دخلت وانسفت، هذه الأمور هذه الأشياء دخيلة ضعفت من قوة مكانة الأم، بس الأم مكانتها واحدة ما تتغير. نعم. حتى لو يمر الزمن كله ما يتغير. راح نروح بعد شوي ونمر على هالموضوع بالذات موضوع التغير بين الماضي والحاضر، لكن شلون تشوفين دور الأم في الأسرة أستاذ عبير؟ يعني الوالد له دور، يمكن الجد إذا كان موجود في نفس البيت له دور، الإخوان الأبناء البنات لهم دور، ولكن دور الأم في البيت وفي الأسرة شنو دورها بالضبط؟ والله نيتك الدور الأم، الأم أساسا تدري تتحمل في الولادة أمور الطلق وغيره والآلام، ولما يجي الطفل أول ما يجي على صدر الأم ممكن هذه الأشياء ما يشعر فيها الرجل كثر ما تشعر فيها الأم أكثر. المشاعر هي مركز الحنان، والدليل تشوف أن الزوج دائما يلجأ لزوجته، ليش؟ لأن ينظر لها مو بس كزوجة، كمثل الأم، من كنز الحنان اللي عندها. الله سبحانه وتعالى حط في الأم شعور مهما عطت بتظل تعطي إن شاء الله لآخر نفس بعمرها، حتى لو تجرعت الآلام بتظل تعطي برغم الألم. الأم يعني كل كلمات بسيطة ما نقدر نعبرها حتى في الكلمات، راح نظلمها لأن نظلمها. المشاعر إيه ما ليش؟ نقدر، خصوصا لما تقول كلمة يمه. الأم لما تغزى البنت لما تيجي تتزوج أول ما تفكر أمي، لما تيجي تروح المستشفى تفكر في أمي ما تفكر في أحد ثاني، كلمة الأم. صحيح. من كثر ما هي لها تأثير رهيب جدا في المشاعر. حتى لو فكرت أنك تتزوج أول ما تفكر شلون أجيب مرة تعين أمي أو يما روحي دوري لي مرة أبيها مثلك. لاحظ يبون سلوكها لازم نفس الأم. طبعا هذا صعب جدا أن أنت تلقى نفس مشاعر الأم. صحيح. لأن الأم اللي تربي غير لما الأم. أما يعني لما نتكلم عن مشاعرها الداخلية، بالرغم أنها هي لاحظ تدير البيت، تدرس، تطبخ، توجه، تطلع كلها بنفس الوقت، عندها الله معطيها قدرة في الإدارة بشكل رهيب أكثر من الرجل. الرجل صراحة يعني حقيقة شغله حق برا إيه نعم، بس تعطيه إدارة البيت ما يقدر، هذا واقع. فالله سبحانه وتعالى عطاها، ليش قال الحديث مو أنا اللي أقول، هذا الحديث اللي يقول أمك 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 ثلاث أمهات واحد أب. نعم. من كثر ما هي عندها كم هائل من التحمل، لهذا سماها أم، مثل ما دولتنا متحملتنا، متحملة طلباتنا ومتحملة متحملتنا في كل شيء، وقاعد تعطينا ولا زالت تعطينا. أنا دائما أربط أمي في دولتي، أقول حتى اللي فقد أمه في الحياة ما فقد أمه، لأنه أساسا هو عايش عند الأم اللي هو الأرض. فلهذا السبب كل ما عندك من طاقات إيجابية، شنو ما عندك من أفكار اللي تخدم فيها وطنك، حطها كأنك قاعد تعطي أمك وهي على قيد الحياة. فلا حد يزعل لما يفقد أمه، صحيح ما نقدر نعوضها، فدائما أنا أشبهها الأم وطن. الأم وطن.
كلمة جميلة وتشبيه جميل أستاذ عبير. إذا ناخذ أبرز مهام الأم، شنو أبرز مهامها في الحياة بالنسبة لعيالها، زوجها، البيت، حتى يمكن بالنسبة للمجتمع؟ شوف الأطفال من وين يتعلمون أكثر شيء يتأثرون؟ من الأم والأبو، وأكثر شخص يتأثرون من الأم. شنو نوعية الكلمات اللي تقولها، سلوكها، فتلاحظهم يصيرون كوبي منها. فتخيل لو كانت الأم لسانها غير، يعني ما تقدر يعني تمسك كلماتها وألفاظها في لحظة الغضب، الطفل يكسب يتعلم، لما يكبر يطبق يقولها أنت قلتي. فلهذا السبب دائما أركز أقول حق الأم، أي كلمة تحبين تقولينها تأكدي، أي كلمة تخرج من لسانك تأكد في هناك شخص يلتقط. نفس لما تي وحدة تي تعلم تاسكر على طول ياخذ، أي على طول، خصوصا الطفل بسرعة يلقط ويراقب بصمت، خصوصا لما تي مثلا تقول له حبيبي لازم ما تعصب وإلى آخره، وهي تشوف الزف الخدامة، فيبدي هني يصير عنده تضارب بالفكر. فهذا دائما أقول الأم دائما لازم تنتبه على كلماتها، على سلوكها. إذا عندك أي شيء لا يكون في قدام أحد بينك وبين نفسك. عكس الأب يعني أنه بالغالب يكون عصبي وكذي، الأب المفترض أنها تكون غير، يعني الأب خلق طبيعته خلقا حق شغل أعمال الشاقة، يعني حق يطلع يشيل ودي. ولو أن الحين الأم قامت تقوم حتى في دور الزوج، أخذت مهام أكثر من مهامها، يعني غير بس إدارة البيت، روح اطلع برا راح تشوفها برا، راح تشوفها هي تودي وهي تجيب وتي. الزوج صار الحين اتكالي، هذه حقيقة واقع، ما بأظلمهم كلهم، لا حرام، في ريايين لا والله قايمين عكس المرأة ما لها شغل. عشان كذي ما حطوا يوم للأب يمكن. والله انا قلت يعني ترى هم الاب له دور عظيم ترى في تعزيز الامان، مهما يكون تشوف الام مهما تعطي الابناء بيظل فراغ عند الطفل في كلمه اب، خصوصا لما يصير انفصال، يصير خلاف ما بين الام والابو، الاطفال تدفع ضريبه هذا الانفصال. صحيح. في كلمه مهما تعطي وتوفر له في داخله بينه وبين نفسه ما يقدر يقول كلمه اب قدام الأم، يخاف من على مشاعر أمه يفقدها، بس في داخله يبيها، يبي الأبو. فهني أنا أمانة يعني أنا أتمنى من المشاهدين لما يسمعون، إحنا ما نبي نقول بس الاحتفال في يوم الأم، إذا أنت يا الأبو مثلا صار خلاف بينك وبين عيالك وصار انفصال، لا تدخلون خلافاتكم بين هالأطفال، وحاولوا تحلونه بعيد عن، حتى بتتهاوشون بينك وبينها برا، بس قدامه خلي الطفل يحتفظ في صوره جميله عن كلمه اب وام، لان انت ما طالع الحين، طالع لما تكبر تعيز، منو اللي راح يشيلك؟ فاذا هو خزن الطفل سلوك عنك وما راح يقول انت كنت قاعد تعبر عن شعورك. فلهذا السبب انا دائما اقول ياخذها منهج وسياسه حياه، يعني سياسه حياه. ف مو غلط انه ليش انا دايما ليش داخل واحد لازم يدخل محكمه ولازم يدش مشاحنات؟ شو المشكله لو صار اتفاق؟ شنو المشكله لو الام قدمت بعض التنازلات وهو قدم تنازلات واوجدوا حل؟ بالنهايه ذول عيالهم، صحيح، ما يبوهم من الشارع. بس مرات يكون الاب اناني يبي وما يبي. هذا ياخذني السؤال استاذ عبير، شو الافضل، من يكون اقوى، الام ولا الاب؟ بصراحه في البيت احنا ما نتكلم عن برا، الام البيت الام تكون اقوى. لان ليش تكون اقوى؟ لان هي دايره مملكتها، هي اللي دايره البيت كله، هي تعرف شؤونه من والى، قليل جدا. هو القصد الاقوى بالعضلات وطق طاقه، الاقوى في السيطره الاقوى في التاثير، والدليل ان الرجل يتاثر من المراه. لاحظ شوف اي واحد، حتى لو تي مثلا خلافات تلاقي يمكن الزوج يتاثر في امه، زين، والزوجة تدري أمك تركتها فعلتها، والأم تكون أحيانا مرات تصير تدخلات من أم الزوج. صحيح. فهذه كلمة الأم تشوهت بفعل الخلافات. بس الأم عظيمة، حتى لو أنا أقول شنو ما تكون من خلافات، هذه أمك، حتى لو كانت سيئة أمك، شنو ما تكون سامح. لهذا السبب دائما أنا أركز حق الطلبة، سامح أمك، لأنك ما تعرف شنو شعور الأم أثناء الخلافات، أثناء ردود أفعال، الظروف، الحياة، فالتمس لها العذر حتى لو بدر منها اي سلوك. متى تخطئ الام استاذ عبير؟ نعم، متى تخطئ الام؟ تشوف طالما هناك الم، طالما هناك ضغوطات في مصدر الالم تخطئ. عط واحد مرتاح يخطئ ولا لا، ويب واحد مشحون ومضغوط ويخطئ. لهذا السبب يقعون كثير في الاخطاء بفعل الالم.
لهذا دائما اقول سامح حبا لله. سامح حبا لله، واللي مزعل امه سامحها، حتى لو كانت الام مثلا يعني اخطات في حقك، لان اكثر الطلبه يعتقد ان امه ما تحبه، ويتخيل لما يكبر معاه الاعتقاد ان امي ما تحبني لان امي تفرج مثلا تحب اخوي تحب كذي، فيكبر وهو مخطئ في هذا الاعتقاد ويكبر ويتزوج ويبتعد ويصير علاقتهم عقوق وواي لآخرة، وتقل مشاعره بسبب اعتقاد خاطئ. دام اني اشتريتها قبل شوي بعد موضوع الام وتدخلاتها في الزواج بين الولد يعني ولدها وزوجته، نعم. البعض حتى يعني بالنسبة للموضوع الدراسة يشوف ان الضغط عليه من قبل امه، والام معروفة دائما ايه اللي تضغط، يعني الاب صحيح. يمكن شوي مثل ما قلت هي الوقت متساهل صحيح كثر الام. وحتى في موضوع الزواج لما تقول له مثلا مرتك سوت الشيء الفلاني هذا الشيء غلط، خلي المرة الحين انا اركز، هذه التدخلات البعض ياخذها بانها اخطاء، ما ياخذها بانها حبا. مو هني هذا شوف بركز على نقطة مهمة جدا انت ذكرتها بخصوص الطلبة لما يجي، وتدرين مراهقين، انا رحت مدرسة ثانوية صبيان صراحة كانت تجربة لي، اول مرة بعطي محاضرة حق ثانوية شباب، تدري كل واحد ما شاء الله شطوله، كنت اشعر في خوف اني شلون راح اعطيهم، لقيتهم من اسهل ما يكون السيطرة عليهم. شلون؟ في كلمة الحب والتسامح. اكثر من الحالات لقيت قريتها بعيونهم كل قصة ما فيها، لان الام من خوفها وحرصها فطريقة تعبيرها في الزف بالطق تقارن صحيح. شوف فلان، فهو يعتقد ان امه ما تحبه لانه قاعد تحرجه وقاعد تضايقه، وهي لو تحبني لازم ما تصرخ علي، فهو مو فاهم ان هي من حبها وخوفها علي. فانا سديتها بجملة واحدة، قلت له امك من كثر ما تحبك الله داعيت لك، الله قطني بطريقك عشان اقول لك سامحها. زين لو احنا تدربنا على عملية التسامح تأكد ان امور كثيرة تنتهي وتطلع مكانة الأم بشكل صحيح. ولو ما تحبك ما كانت تدخلت حتى في حياتك لمصلحتك. صحيح. ولو كانت بعض الأشياء ممكن تدخلات خطأ، ولكن حبا فيك ما هو. إيه حبا. وشوف مرات أحيانا طريقة التعبير عن الحب تختلف من شخص لشخص. صحيح. في شخص ما عنده، خصوصا بالذات الشباب ما عندهم قدرة في التعبير عن الحب، خصوصا لأنه ما تعود يعبر عن الحب. أكثر الأمهات والأولاد يفقدون عملية الحضن، شفت لما تقول عيب أستعي، قلت له وهو شلون يشعر أنت لما تي تحضنه نفس لما تكلمه؟ طبعا يختلف. أكيد لا. فتخيل لما أقول له أحضن أمك مرة مرتين راح تشوف الوضع يختلف، راح تكسر حتى غضبها، ما راح تقدر، لأن بالنهاية هي تحبك. فهي عملية بس التواصل، ثقافة الحوار ما بين الأم. الأم صار عندهم طبعا، في أمهات الحين وايد يشتكون من أبنائهم من الابتعاد التعبير، خصوصا لما يعتقد هو لما يدز لها مسج يكون هو قام بالواجب، او لما يشتري لها هديه ويعطيها وساكت، ما حتى بوسه الراس افقدوها، قليل جدا ما يشعر الام تشعر في مكانتها عند ولدها او عند بنتها، قله التواصل، لما انت مثلا تعتب كأم لازم تعتب مشاغل الحياه. أنا دائماً أقول أنصحهم نصيحة. شنو النصيحة؟ خصص يوم خاص حق أمك، جرب ما تخسران شيء، قل لها يمه هذا اليوم حقك، يوم بالأسبوع يعني؟ يوم واحد بالأسبوع بالأسبوعين كيفك، المهم قل لها يمه في هذا اليوم كل شيء، لو إن شاء الله كل شهر هذا اليوم يمه حقك اختاري، تبين تسافرين اختاري، أنت لك الخيارات، إحنا نحط لك خيارات وأنت اختاري، احنا كلنا تحت امرك. والله والله تشوف، راح تشوف الام اصلا هي ما تبي تكلف على عيالها، بس تشعر ان هي لها مكانه ولها كلمه وهيبتها، تدري لما تكبر بالعمر تحتاج، تدري لان الام لما تعطي بقوه تنسى نفسها وتعطي، فلما تكبر تنتظر العطاء اللي عطتهم يعطون. عاد لما تخيل لما العيال ما يفهمون في كلمه العطاء عندها، لهذا السبب اللي قالوا امك امك، لان عطائها ما ينتهي حتى وهي على كبر والفراش الموت تلاقيها هم تعطي. الام تعطي. والام مهما وصفناها ما في ام قاسيه، مهما وصفناها بالحنان يعني بحر من الحنان بحر. انا بسالك متى تكون الام شديده، ولكن بعد ما ناخذ فاصل ونرجع ان شاء الله من بعد نستكمل حوارنا معك. فاصل مشاهدينا وراجعين، خليكم معنا.
نقول دائما استاذ عبير ان الام فعلا بحر او محيط من الحنان اللي ما يخلص طول عمرها. انت قلتها حتى وهي يمكن على فراش الموت حابه انها تعطي وتسوي، لكن متى تكون الام شديده؟ متى او شنو السبب اللي يخلي الام تصبح شديده جدا مع ابنائها او قاسيه مثل ما تقدر او قاسيه او تتلفظ في اسلوب القساوه؟ ما في ام قاسيه، عيل ما في انسان اصلا طلع من بطن امه وهو قاسي او يتلفظ هالاسلوب هذا او يطلع شخصيه غير سويه، الا ان هناك في ظروف قاهره اخلقت واثرت على شخصيته بافكاره. احيانا تلاقي هذه الام ربت عند مرت ابو وتدري تخزنت من الصغر في كلمه الم وحق، يعني حقد لان هذه انسانه مرت ابوي. واي ترى يمكن يطلعون ان مرت الابو تطلع قاسيه فكبرت، فكردت فعل سلوكيا تخيل عشان تنحاش من جهنم مرت الابو تقبل في الزواج في اي شخص مو رغبه في الزواج، الهروب. هني تقدر تقول عن الام قاسيه ولا تشوفها، واذا طلع بعد يزيد الطين بله، اذا طلع الزوج بعد هم قاسي تقول لا من هني ولا من هني، فتشوفها كرده فعل تراكمات تتعامل مع عيالها بقساوه مو قاصده. حتى لو ما كان عندها مرت ابوها مثلا تعرضت للقسوه من امها بقدر الاولين ترى كانوا قاسين، يعني تشوف احنا قبل كانوا يخزوننا بس نظره نعرف كنهم قالوا لنا روحوا مني وطلعوا مني. تلاحظ انت يمكن مريت في هذا الشعور صحيح. انه من نظره تعرف اذا هو راضي وراضي واخذ واخذ واطلع برا ولا تتكلم. هذا وانا الجيل التالي بعد شلون عيال اللي قبلنا؟ والله احنا اختك من خزه واحده وحياتك ما ندش عند الباب صحيح. ما نقدر حتى نطلب، مو خوف هو قوه الاحترام والسيطره والهيبه صحيح. لكن هذا للاسف الحين فقد هذا الشيء. قليل جدا ما تلاقي العيال يتربون على النظره، بس الطالع راح تعرف ان الام راضي ولا لا، ولا الاب راضي ولا لا، اقبل او ما اقبل ويحترم. الحين العيال لا، العيال لسان طويل ماكو يرد حق على الام وقدام الكل بدال الكلمه عشر صحيح. صاروا الحين حتى الطلبه الشباب يخجلون يذكرون اسماء امهاتهم، لا وانت صاج ما لا تجين المدرسه تسالين. شوف لوين وصل ياهل اليوم، حتى لما تخزه يقول لك ليش تخزني، ما يزعل ما يرضى. شلون اذا خزيته في ياهل الطلب اي تخز، اذا خزيته ما يرضى تخز وتصرخ وصوتك يطلع برا الجيران وهم ما ياثر، لان صارت العمليه للاسف المشاحنات لانه يطالع في البيت الصوت العالي غالب، ما في كلمه هدوء، هو تبرمج على كذي. حتى لما يتزوج مشكله الام تدفع بعدين ضريبه. تعتقد لما تزوج ولدها تفتك تدفع ضريبه، تجي الولد وتي الكنه وتي العيال فوقهم، فهي عمليه دائما اقول التسامح. هذا 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 بالشده. متى تلين الام؟ شو اللي يلينها يلين قلبها يخليها مثل ما نقول الكلمه الطيبه تعطيك الاولى والتالي الكلمة بالنسبه الطيبة. لعيالها يعني شوف الام انت الحين يقولك الكلمه الطيبه تلين الحديد وتجبر الخواطر صحيح. زعلها بس قول لها كلمه حلوه وهدى وامشي، بوس راسها ولا تنتظر منها كلمه، حتى لو طردتك انت اللي عليك عشان تبر امام الله سبحانه وتعالى. حب راسها وامشي، حتى لو الام كانت سيئه من حقها، شوف هذا حق الام على الابناء، من حقها انها تدافع عن نفسها، من حقها تعبر عن شعورها، من حقها حتى تختار. الام لو يعطيها تعطيها صلاحيه ممكن تضحي في حياتها وانت ما تعلم، وانت صغير كل شيء متوفر، لغايه ما تكبر تجي تحاسبها لماذا ولماذا، ولكن ما تعرف شعورها في هذه السنوات. لو تجي تفتح راح تلقى انك انت ممكن تكون ارتكبت ظلم في حقها. نعم. عشان تدي اغلب الابناء لما يدخلون في عمليه الانشقاق والطلاق يتعمد الزوج يزرع افكار تكريه الابناء في الام، مو عشان سواد عيونهم او حبا فيهم، لان اللي يحب ما يكره، اللي يحب يواصل. اوكي احنا كبار اختلفنا، الاطفال لازم ما لهم ذنب صحيح. اي لا هو بيش عشان يفكرون من ناحيه تدري الاجراءات القانونيه والنفقه والحضانه و وتعال دش المشاحنات. لا مرات توصل الانتقام، شلون بنتقم منه؟ انتقم منه بعيال لهالدرجه يعني. مو هذا هو هني يضيع هذا الطفل، بيكبر بيتزوج يصير عنده داخل في فقه في داخله فراغ كلمه، حتى لو تجيب له مرت ابو بتسد وتقول له هذا امك ما يغني عن الام صحيح. لا تقنعني ان في ام تكره عيالها، ولا تقنعني ان هناك ام سيئه، لا احد يقنعني. لو انزين مو مشكله، نحن بشر معرضين للخطا،
لان احنا اهلنا اول تدري اول اهلنا كله اسكت ونطم والى اخره، ما علمونا شلون ندير حياتنا، دخلنا الحياه الزوجيه ما عرفنا شلون نتعامل. شو تتوقع من الام؟ صارت ام هي شلون بتربي؟ هي ما تعلمت، تعلمت بسكوت، فطبيعي راح تطيح في اخطاء. اذا انا ما سامحها واغفر لها، من اللي يسامح؟ اذا رب العباد قاعد يغفر لاكبر الكبائر ويسامحك، نحن من بشر لماذا لا نسامح؟ يعني انت يا ابنائي الله يخليكم اللي مزعل امه عشان والله كلمه قالت او تصرف او فعلا هي عندها، هذه ام والله ما تقدر تشتري مثلها. حتى لو انه خطا، حتى لو اللي سويته خطا. شوف انا دائما اقول للطلبه، تبي توفيق، تبي نجاح، رضا امك. اكتب رضاها، الام ما ترضى، ترضى من الداخل، لا تطالع سلوكها بالكلمات. هي راضيه عليك وتدعي لك بالسر، بس ما تحب تبين لك. مثل ما قلتي انت يا استاذ عبير، الام ما تتعوض، ولكن مو بس الام، ريحتها ما تتعوض بالنسبه للولد. احنا عندنا استطلاع عن مكانه الام بين الماضي والحاضر، وهل اختلفت هذه المكانه؟ نشوفها ونرجع من بعدها معاك. خلينا نشوف الاستطلاع ونرجع معاكم. الحين يعني بين الحاضر والماضي اي في بسبب تاثرات التلفونات، ما التلفونات واللي يعني اهلهم ما يمسكونهم، فاي في على بعض الناس يعني، وهي بعض الناس للحين نفسه بالماضي نفسه بالحاضر ما تغيره، وهذا اللي انا ايده يعني. هي اكيد من السوشيال ميديا والتلفونات، الحين مثل ما يقولون صار في ادمان بالتلفونات والسوشيال ميديا. اي بس ان في فئه قليله للحين يعني مثل ما رباهم قبل رباهم نفس التربية بالحين. النابع من عدم الاهتمام أو عدم إعطاء الأم المكانة الكافية لها، يعني التقصير في عدم السؤال، في عدم الزيارة لو هو منفصل عنها. بس مش معنى ذلك يعني إن كله مقصر، لا، في يعني في أمثلة بصراحة ممتازة من ناحية الأم. هو في 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 تقصير من ناحية الشباب أكثر شيء، بالنسبة للدراسة ما أخذتهم، في نسبة الوناسة شغلتهم أكثر شيء يعني. وإن شاء الله ما حد يقصر بأمه ويحط باله على أمه إن شاء الله. أكيد تقليل التلفونات وإنه يقعدون مع أهلهم ويراعونهم وكذي ويحترمونهم. بس أنا شايف بصراحة فيها تقصير، اليوم فيها تقصير عن قبل كذا. طبعا أكيد يعني بمفهوم الحين السرعة والأطفال غير عن قبل. الطفل الحين تلقاه يلعب بالآيباد وبالآيفون ومخه شوي يعني غير عن أطفال قبل يعني، فشوي تغيرت يعني، يبي لهم حرص أكثر ويبي لهم تعليم أكثر من ناحية الأم، خصوصا المفاهيم الاجتماعية. أنصح أن أمها اللي ربته يسوي فيها كذي، لازم يدير بالها يعني، يدير باله عليها. أستاذ عبير، شفنا الاستطلاع وشفنا التباين بالآراء، يعني يختلف بين شخص وشخص، في من اللي يشوف أن المكان اختلفت وفي من اللي يشوف أنه لا والله ليه اليوم اللي بيحافظ على هالمكان يحافظ عليها. شنو رأيك أنت؟ كلام صحيح، ما في أي قوة تمنعه من أنه هو يواصل أمه. لا تقول لي شغل، لا تقول لي مسؤوليات، قد ما قدرت تواصلها بشكل أنك تزورها في شيء اسمه تليفون يومي. لا تقول لي مسج سوري، ولا تقول لي هدية، ما تغنيها الأم إلا لما تشوفك بعينها. يا أخي اعزم نفسك يوم، فاجئها وقعد معاها وأكل معاها. في ناس وايد فقدت القعدة مع الأم، الجلسة يزورها ينعم خمس دقايق ويطلع، شو تبي فيه وهو واقف يعني، يمكن حتى وهو واقف يطق الباب خويا يطلع عليك. أنا دايما أقول يعني اتمنى من الجميع، مو غلط ان احنا نغلط والكل الكل غلط كلنا نغلط، بس هاي مو معناته ان احنا نستمر في الغلط. لما الله سبحانه وتعالى، اذا انا اقول عن نفسي انا مؤمنه ومسلمه، والدين الاسلامي يحثنا على التواصل. صحيح، ان شاء الله لو تبني وتطرد، المهم اني اروح يا امي شنو ما بتقولين بتضلين امي، بتسبيني بتضلين امي. هذا التجربه انا اقول لك هذا الشيء لان انا نفسي مريت في هذه التجربه، زعلت مني امي، ما توفقت ترى في حياتي ابدا. لما أمي رضت علي حفيت عشان ترضي علي، كانت يعني تدري الأم تحب تتعزز.
تحب تدز هي من داخل مستمتعة، مو إن تقسي عليك لا. فأنتوا لما تصالحون أمكم وتدز يعني. إيه يعني في بعضهم ياخذ حرج لما يروح بيراضيها وتصده خلاص يوقف، لا استمر ومتأكدة واثقة إن الأم تدعي لك من الخفاء ربي يوفقك، لأن أنت قاعد تعطيها شعور هي تفتقده منك لعدم فترة طويلة انقطاع وفجأة بتواصلها شلون طبيعي. فأنا أقول استمروا واصلوا، نجاحكم أم، فوزكم في الحياة أم، تفوزون بالجنة وبالدنيا وبالآخرة أم، رضاها تب والله يوفقك في عيالك أمك، تبي تنجح في وظيفة وتوصل إلى أعلى المناصب أمك، لا حد يقول لك واسطة أو معرفة أو كذا. وراح أقول لك دعوة الأم توصلك بيوم وليلة من وإلى. نعم فعلا مثل ما قلت يا استاذ عبير، وهذه يمكن شغله مجربه لكثير من الناس اللي نسمع عنهم، وبرهم لوالدينهم وبالذات بر الام يمكن من اكثر الاشياء اللي اوصى فيها حتى سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم. لكن هل الخدم يعوضون عن دور الام؟ وبالذات احنا اليوم قاعد نشوف ونتعايش مع الخدم بان ما في بيت يخلى من الخدم، واصبح الاطفال بشكل عام إلا ما قل يعني نادر ما نسمع أن في طفل بيت موجود من ولادته إلى أن يوصل عمره 6 سنوات 7 سنوات 10 سنوات ما يكون الخدم هم اللي مهتمين فيه ومعطينا وقتهم كله. هل يعوضون الخدم؟ لا في شوف ما حد يعوض عن فقدان الأم غير الأم نفسها، ولكن أحيانا تضطر الظروف أنك أنت تستعين في أم بديلة، خصوصا اللي فقد الأم وهو صغير، والله سبحانه وتعالى يحب يرزقه في تكون عاملة منزل، وأنا أسميهم مدبرة منزل، تكون هم حنونة على العيال بس ما تعوض عن حنان الأم، بس تعطيها كالهوش. شنو الفكرة منه؟ مو أنا أقصد في وجود الأم، يعني الأم تكون موجودة ما هي متوفية يعني. أيوة حتى تشوف حتى لو كانت موجودة الأم ما يغني عن تعوض، حتى لو بتكون الأم حنونة هني مشكلة تصير أن الطفل يعيش تضارب ما بين شعور اثنين شخصيتين يقومون في نفس الدور، هذه أم حقيقية وهذه أم بديلة. وهذا الخطأ اللي يرتكبون فيه كثير من الأمهات، أنه يعلبون أنها حنون على عيالها خلا أشوف نفسي، وهذه مشكلة. ما يغني عن طفل، طفل ما يبي ترى أم بديلة، يبي الأم. حتى لو أنت مياه على الأقل خليه يشعر في اللمة، خليه يشعر بوجودك. أحيانا الأم بس تعطي الأمر ويمشي. ريحة الأم تغني أشياء كثيرة بالنسبة للطفل، والله ما تغني عن لمة الأم. لا تقول حتى لو في أم بديلة الأم. فأنا ألتمس العذر، يعني مرات أحيانا تكون الأم بحكم شغلها بحكم ظروف الضغوطات في الحياة تضطر أن تجيب أم بديلة تساعدها، بس مو تعتمد عليها اعتماد كلي. لازم يكون لها دور. إيه يعني اللي تروح مدرسة الأم والخدامة، اللي تقوم مثلا تيها اوكي خلنا نعطي نقول عامة منزل تبدلها وكل شيء، بس منو اللي تشيك عليها في النهاية؟ لازم تختمها بالأم. يعني أنا أعطيك بنتي مستحيل تروح المدرسة إلا لازم تمر عندي، لازم ألم وأبوس وأسمع وتبوسني إذا رجعت وما باست هني. ليش؟ لأن أنا قاعد أعزز كلمة أم في حياتها. فكلمة التعزيز كلمة أم، إن أمي صح هذه تلبزتني وجاء، بس في النهاية ختمتها في كلمة أم. فأنا دائما أنصح أقول حق الأمهات مهما كانت مشاغلك أبنائك لهم حق عليك، لهم حق عليك إنك تعطينهم حتى بالكلمات بالحضور بالسؤال. وهم الأبناء اللي مقاطعين أمهاتهم السنين باعتقادات وأفكار خطأ، أرد أقولهم من حقها الأم أن تدافع عن نفسها، ومن حقها أنكم تعطونها فرصة في أنكم تسمعونها وتلتمسوا لها العذر، لأن في يوم من الأيام أنتوا راح تكبرين وتصيرين أم وتمرين يمكن في أسوأ منها. هذه مهمة جدا لعيال هذا الجيل الحين، ترى الأم مو محتاجة وردة ولا محتاجة سوار ذهب ولا محتاجة مسج ولا محتاجة سؤال من بعيد، الأم محتاجة قاعدة واحتواء وتسمعينها. عادي خليها تقوله ما يعجبك كلامها، تدري في بعض ما تحنون ما عليه، في النهاية تمثيل العذر، لأن هذا كثرة الضغوطات لأنها عطتكم بقوة وانتهى العطائها، وتبي تكون انتم الحين تعطون عشان تسدون الفراغ اللي عندها. عشان كذي تلاحظ الامهات الكبار زعلهم بسرعه، نقطه كذي تلاقيها تشب وتزعل، تبي الكل يراضيها صحيح. وما ترضى بسرعه بعد. لو شنو تحط لها؟ ما ترضى، تحب تتعزز، مو معناته انها ما تبيكم، تحب تتعزز
ما يغني عن الأم. الأم أنا دائما أقول أمك هي جنتك ونارك، رضاها عليك هو اللي راح يوفقك حتى في عيالك. احنا قلنا الطفل وتكلمنا عنه في حال فقدان أمه، لكن الشخص الكبير سواء كان رجل أو بنت في حال فقدان أمه شنو يكون وضعه؟ شنو يكون حاله؟ هل حاله مثل حال الطفل الصغير أبو سنة وسنتين؟ أكيد طبعاً. اللي فقد أكيد. أمه حتى لو كان رجل كبير بالعمر، حتى لو كبير بالعمر 60 سنة 50 سنة حتى لو كبير بالعمر، لأن أنت لو بتيت راجع على هو صغير راح يقولك أنا فقدت أمي، فقدت شعور أمي، بالرغم أن أمي موجودة ولكني فقدت شعورها سنوات. تلاقيه يدور مرة مواصفات تحمل شعور فيها شعور الحنان والاحتواء، حتى لو كان لا. والحين بعد جيل الحين يدورون المرأة الأكبر منهم، يقول المرأة الكبيرة أعقل وأحن مثل حنان الأم، تعطي شعور الحنان يعوض شعور الحنان. لهذا السبب في حالات كثيرة الحين يبي واحدة أكبر منه وايد وايد أسألهم ليش، قالوا لي المرأة الكبيرة أعقل أكبر منه، أعقل منه يعني عاقلة. البنات الصغار طايش يبون طلعت كذي، هم لا يبون عندهم اندفاع شوي، اي اندفاع، ويبون واحدة حنونة. كلمة حنونة انت لاحظ بنات اول لانهم ما يطلعون، احنا نقول طفرة التكنولوجيا اثرت تأثير مباشر جدا في المشاعر، حتى في مكانة الام بين عيالها، كله في مكانة الام، الام مع الابناء، الابناء مع الوالدين، هم الابناء ما بينهم من بعض صار تأثير. فشو ما تبي الحياة تتأثر التكنولوجيا والأفكار اللي قاعد تنزرع والمقارنة في مشاكل آخرين انسفت أمور كثيرة. أستاذ عبير الحوار شيق أمانة معاك جدا، لكن طار الوقت بسرعة، يعني أخذنا تقريبا 40 دقيقة ما شاء الله نار على طول مشوا، لكن إذا في كلمة أخيرة نعتبرها نصيحة في ثواني تقدمينها لمشاهدينا، وإحنا نتكلم عن الأم وهي من يعني الأم عظيمة مهما وصفناها، شو تقولين لهم؟ أنا دائماً أقول أهني كل أم على وجه الأرض وحتى تحت الأرض، وأقولها كل عام وهي بخير وصحة وسلامة، وإذا كانت تحت الأرض ندعي لها في تسهيل وفي في الإحسانات والمثابة ويكون مثواها الجنة. آمين. أنصح كل شخص قاطع أمه يروح يراضيها، زعل أمه أو زعلان من أمه وهي زعلانة عليه يروح يراضيها يسامحها. أنا يعني ودي أختمها في أمي، أقول لك يما مشكورة ما قصرتي، أنت احتويتيني وأدني زعلتك في يوم من الأيام، لكن رضات يا أمي وفقني، وفقني ووصلت إلى أعلى المراتب برضات وبحبك. وأنا أعتبر نفسي أني أنا رسالة في الحياة لكل شخص فقد أمه في لحظة غضب ولحظة ألم، وأقول لهم سامحوا امهاتكم، التمسوا لهم العذر، من حقهم يعبرون عن شعورهم، من حقهم انهم ياخذون جزء من عطائها. اعتقد ان يعني ابسط عطاء اللي عطتكم اياه لما ولدتك على هذه الدنيا واحتضنتك الام الثانيه دوله الكويت، وعسى ربي ان شاء الله يحفظ دوله الكويت. آمين. امي إن شاء الله. هي الاولى. آمين. والاخيره دولتي. امين ان شاء الله، وعسى الله يحفظ ان شاء الله الوالده ووالدتي وكل ام ان شاء الله باذن الله من كل شر. أشكرك جدا أستاذ عبير، يعطيك العافية، وبإذن الله يكون لنا لقاءات في مناسبات ثانية بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. مشاهدينا انتهت هذه الفقرة، عندنا الفقرة الثانية ولكن بعد الفاصل، خليكم معنا.